كيعجبكم تشروا كتبغيو توجدوا في داركم ولكن كيجيكم صعيب اولا ما كينجحش معاكم، اليوم غنعطيكم الحل. تبعوا معايا الحلقه كامله. عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم وليمه مع حليمه. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا تشورو بطريقه ناجحه وسهله واكيد غادي يعجبكم الا جربتوه، فبقاو معايا نشوفوا المكونات باش غادي نوجدوه. غادي نحتاجوا في المكونات 240 غرام ديال الدقيق يكون نوعيه ممتازه، 3 د البيضات، 30 غرام ديال الزيت، 30 غرام ديال السكر، كيس من السكر المسم بالفاني، شويه ديال الملح، 250 غرام من الماء، وطبعا زيت القلي. نخليكم على رائحة المكونات وندوزوا مباشرة لطريقة التحضير. وباش تحتفظوا بالمقادير غتلقاو تسجيل الحلقة في مواقع التواصل الاجتماعي. غادي ناخذوا كسرونة، غادي نشعلوا عليها العافية، كنديروا الماء تقريبا واحد الكاس ونص، داك النص زايد واحد شويه بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميزان. غادي نزيد معاه الزيت كيف قلت واحد 3 المعالق، السكر واحد 2 معالق تقريبا وواحد شويه، ممكن ديروا جوج معالق عامين مزيان كافي ماشي مشكل. السكر، الفاني، الملح، كنخليو هذا الخليط كيغلي مزيان عاد باش كنزيدوا ليه الدقيق. صافي هي كيغلي الماء كنزيدوا الدقيق وحنا كنخلط. صافي كنبقاو كنخدموا بهذا الشكل حتى نحصلوا على واحد لاطات اللي شاده راسها ومتجانسه. صافي كتكون واجده كنطفيو عليها وكنخليوها تبرد على جنب، عاد في الاخير كنزيدوا ليها البيض شويه بشويه كما غتشوفوا معايا. لاطات ديالنا ملي كتجمع بهذا الشكل ملي كتكون قاصحه كنخليوها كتبرد وكناخذوا البيض ديالنا شويه بشويه وحده بوحده، وحنا كنخدموها. من الاحسن الا كان عندكم يعني بحال الباتور اولا شي ميكسور ولا شي حاجه باش تخدم تصوبكم بسرعه. صافي غادي نستمر كندخل البيض ديالي شويه بشويه حتى نحصلوا على عجينه تكون مرخوفه باش تسهل علينا نديروها في البوش ونخرجوها منه وما تعذبناش. صافي العجينه ديالنا كتكون بهذا الشكل، كناخذو بوش وكنعمرو غير بالجهد ماشي بزاف ما يغلبكمش. كتكون مقلة كتسخن فيها الزيت باش مباشرة غير كتسخن كنبداو كنديرو فيها العجينة مباشرة، وكناخذو مقص باش كنبداو كنخرجو ونقطعو. ممكن ديرهم دائريين او طوال على حسب الذوق ديالكم. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنعمر المقله ونخليهم يتحمروا من الجهتين على نار ما تكونش مجهده بزاف باش ما يتخطفوش ويطيبوا من الداخل. صافي ملي كيتحمروا يعني كنقلبوهم ضروري يتحمروا من الجهتين بهذا الشكل باش كيدخلهم الطياب لداخل، وعافيه تكون في الاول متوسطه وفي التالي كنقصوا عليها. الا كانت ناقصه في الاول اولا درناه في زيت بارده يقدر يتحل. صافي غادي نستمر كنهزوهم بعد ما كيستقطروا من الزيت وكنديروهم فوق ورق الطبخ. طبعا ممكن نرافقوهم باللي بغينا، نوجدوا مثلا صوص شوكولا اولا غير كونفيتير اولا اللي بغيتو، اولا نرشوهم غير بالسكر. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنقلي الكميه كامله اللي عندي، راه ما كياخذوش نهائيا الوقت، ونرجعوا نشوفوا الشكل النهائي ديالهم.
الشكل النهائي ديال التشاور ديالنا بعد ما قليناه كامل وتحمر بهذا الشكل كيجي رائع بزاف، سهل في التحضير واكيد ناجح. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها. شكرا لكم دائما على المتابعه، وما تنساوش تتابعوا برنامجكم وليمه مع حليمه على مواقع التواصل الاجتماعي، والى اللقاء.